السلام عليكم، يعطيكم العافية. في جزء من حلقات يوسف شو قلت لكم راح تكون عن السيارات المميزة وعن أصحابها وحياتهم الخاصة. راح أبدأ أول حلقة معاي لأني متأكد أن كل الشباب راح يقولون ليش ما تستضيف السيارات اللي معك. فأول حلقة راح تكون حكايتي مع سيارتي الجي تي 3. ننزل من السيارة وأعطيكم قصتها إن شاء الله. طبعا حكايتي مع السيارة بدت تقريبا بال 2009. كنت أتمنى يكون عندي سيارة تكون مميزة، ما تكون سيارة عادية، وما أبي أن كل سنة وكل سنتين أفكر أني أشتري سيارة. صراحة أنه كان يعني زي ما يقولون قرار شوي صعب. السيارات كل فترة تتغير، كل شوي يعني كل خلنا نقول كل 3-4 سنين يصير عليها تغيير. فما كنت أطمح السيارة تكون يعني فخمة جدا، لأن عنصر الفخامة كل يعني 7-8 سنين يتغير، وكنت أفضلها تكون رياضية. فحاولت أني ما أروح بعيد وما أحط ميزانية كبيرة جدا، يعني كانت الميزانية تقريبا بحدود النص مليون، فوق النص مليون ريال بشيء بسيط، يعني تقريبا 40,000 دينار إلى 50,000 دينار تقريبا. فكرت أن أنسب سيارة اللي ممكن أنها تعيش معك فترة طويلة وبالرينج هذا أو بالمستوى هذا تكون الجي تي 3 أو خلنا نقول البورش. كانت الوكالة لك عليها شوي في الرياض أول ما مريت عليهم بال 2009. لما سألت على الجي تي 3 قالوا أن للأسف ما فيه. ذيك الفترة كان البرودكشن حقها تقريبا على مستوى العالم تقريبا يعني يمكن 1500 سيارة بالسنة، كان نصيب السعودية يمكن تقريبا 4 أو 5 سيارات. فأوريدي انتهت السلوت حقتهم في السنة هذيك. مرتهم بعد فترة وغيرت الموظف طبعا، والحمد لله قدرت أني أخذ واحدة من هالسيارات، وكنت محظوظ جدا أني أخذت واحدة من السلوتس هذه. وسويت الأوردر كسبيشال أوردر على مزاجي إلى حد ما، لأن الوكالة للأسف يعني ما يعطونك كل الخيارات اللي أنت تبيها. يعني مثلا كنت أتمنى ذيك الفترة أني أخذ عليها التانك البنزين الكبير، للأسف أخذت التانك الصغير، وفعلا ما يمشيك يعني تقريبا 400 كيلو بس، شغلة بسيطة. يعني تجربتي مع الشركة تقريبا كان من أول يوم مش ولا بد، يمكن الآن تغيرت. إحنا الآن ب 2017 أشياء كثير تغيرت، أنا أتكلم على 2009. إن شاء الله يكونوا تعدلوا أفضل من اللي أسمع من الشباب. فسويت الأوردر بال 2009، أخذتها تقريبا 7-8 شهور أو 9 شهور تقريبا، ضربتها ب 2009 ووصلت تقريبا شهر 4 2010. كنت أتمنى تكون استقبال السيارة يكون مميز، وكنت معطيهم خبر أن أول ما توصل المينة تعطوني خبر، وأول ما توصل الوكالة تعطوني خبر، عشان تصوير من الأمور هذه. للأسف كل هالأمور ما صارت. اللي سوت الوكالة اللهم أن اتصلوا فيني وقالوا تعال السيارة موجودة. جيت لقيتها معروضة في الشوروم، وكان فيها يعني بعض الملاحظات ما حبيت أنها تكون يعني مشاكل من بداية المشوار مع الوكالة، أنها كان فيها بعض الملاحظات اللي ما هي حلوة. يعني تخيل أنك تطلب سيارة بالمبلغ هذا وسيارة يعني خلنا نقول سبيشل، وفجأة تلقى فيها يعني دقة في الرفرف. يعني أذكرنا كانت ولا زالت إلى الآن موجودة، مخليها في المنطقة هذه تقريبا هذه. وكان في واحد من الجنوط اللي قدام في دقة بسيطة، كان في كل الأشياء هذه كانت خليتها زي ما هي. كان في حكة في الشكامين من تحت لأن السيارة نازلة بشكل كبير، وما كان في المسكات حقت طفاية الحريق اللي في النص هذيك اللي شفتوني لما نزلت من السيارة. بس كل الأمور تهون، قلت أخذها زي ما هي. وفعلا الحمد لله السيارة صار لها معي يعني تقريبا من 2010 إلى 2017 تقريبا 7 سنين أو 8 تقريبا، ما شاء الله تبارك الله. وتعاملي كان مع وكالة الكويت
يعني من أروع الوكالات اللي ممكن تتعامل معاهم أنا شخصيا. في ناس عندهم مشاكل كثيرة معاهم وقضايا والأمور هذه، بس بالنسبة لي أنا كان تعاملهم يعني سوبر في آي بي. ليش الجي تي 3؟ أول شيء سيارة عادية، يعني بمعنى أن التكنولوجيا اللي فيها يعني أقل شيء ممكن تأخذه في سيارة سوبر كار. قال عادي، كلتش ثقيل بعد، تقدر تطفي التراكشن، تقدر تطفي الستابلتي، كل الأمور هذه تصير سيارة يعني من الأخير عادية. تواجه فيها مشاكل؟ أكيد أواجه فيها مشاكل، يعني أسوأ شيء ممكن تواجهه في السوبر كار الحرارة، ما تتحمل حرارة الجو، فتلقاني أغلب الأحيان ما أقدر أني أستخدمها في الصيف، يعني استخدام كثيف جدا، لأن راح ترتفع الحرارة حقتها بكل سهولة. طبعا لما فكرت أشتري السيارة ما كان الفكر في بالي أني أخذ أسرع سيارة في العالم، ولا كان أخذت لي التيربو اس. كان يهمني الصوت طبعا جدا، أبي صوت إزعاج، ما أبي سيارة مريحة، أبي سيارة تكون من داخل بسيطة بحيث أنها ما تشغلني عن قيادة السيارة. وفعلا السيارة هذه من داخل تقريبا شبه أنه ما في شيء، وعشان كذا أخذتها من داخل. يمكن زي ما وريتكم في كيف تسوق سيارتك الرياضية، يعني حتى مجهزة للريسينج، إذا ممكن أوريكم شوي. طبعا راح يكون في السيارة فيها شوية أغراض، راح نلاقي فيها يعني طلبتها طبعا جلد بالكامل مع الكنتارة تجي ستاندرد. للأسف ما كان يجي عليها البوز ساوند سيستم ولا كان طلبته. راح نشوف الكراسي طبعا الريسينج كاربون فايبر، وتجي معك يجي معك الكيج اللي وراء والسيتس الست نقاط. ما فيها اوبشنز كثير السيارة، كنت اتمنى ذيك الفترة ان يكون عليها حساسات خلفية او كاميرا خلفية، بس للأسف. داخل طلبت عليها النافيجيشن طبعا، شيء مهم انه يكون موجود، الشاشة موجودة. الكرونو باكيج طلبت على السيارة، الاوتو ديمينج طلبت نفس الشيء على السيارة. هذه كلها جلد طبعا، الوسط هذه كلها جلد بالكامل، بس ما في ريحة حلوة يعني، بس أفضل من أنك ما تطلب السيارة يعني بدون أي شيء. وما كنت طالبها سيراميك بريكس لأن السيارة ما كنت أفكر أني أخزنها، وأمورها تمام. كان في بعض المشاكل مع هذه أول ما طلعت، غيروها على حساب الوكالة. وطلبت الإضاءة الأمامية تكون زينون بالكامل، العالي والواطي. وطلبت فيها طبعا الليفتينج اللي يرفع السيارة منزلها، ومن أهم الأوبشنز اللي طلبتها على السيارة. هذه بالنسبة للجي تي 3، وأنا ندمان أني حطيت عليها ولا فلس. والسيارة هذه تقريبا أحطها بدفتر العائلة أو بكرت العائلة، يعني ما في تفكير نهائيا أني أفرط بالسيارة هذه، لأن كل موديل من بعض السيارات خصوصا السوبر كارز أو السيارات المميزة لها نكهتها الخاصة. حتى لو جالك بعدها أشياء جديدة ومتغيرة بالكامل وفيها تكنولوجيا جديدة والأشياء هذه، تجلس السيارة هذيك لها نكهتها، تذكرك بالأشياء اللي في الماضي. السيارة اللي أستخدمها مثلا للعائلة اللي هي البورش الكاين، هذه سيارة العائلة خلنا نقول، سيارة الدوام أو سيارة المشاوير الخاصة خلنا نقول، أخذها على البنتلي. لما تتكلم على فخامة، في ناس يقول لك والله مرسيدس بي ام، أتفق معاكم، بس بعد فترة تحس السيارة يصير شكلها قديم. السيارات اللي مهما صارت قديمة ما تنزل أو ما تنهار أو أن شكلها يصير بايخ، عندك البنتلي والرولز رويس. الرولز رويس طبعا ما صار عندهم الكوبي إلا في الفترة الأخيرة، البنتلي ما شاء الله بادية من بدري، فاضطريت أني أخذ البنتلي. طبعا ما أحب السيارة الطويلة، يعني تكون طويلة بزيادة. أنا عندي تجربة سابقة مع الفئة السابعة،
روعة، بس سيارة كبيرة وطويلة ومشاويرك فيها تكون شوي معقدة، فلازم أن يكون في سيارة العائلة، يكون في سيارة خاصة لك حقت مشاويرك الخاصة، دوام الأمور هذه، ويكون في سيارة زي هذه ما شاء الله تبارك الله اللي مثل ما يقولون طلع اللي بقلبك فيها. الحمد لله ما أفكر بأي سيارة ثانية، هذول يكفون ويوفون يعني. إذا الله وسع علينا فيما بعد وتسهلت الأمور ممكن أبدل البنتلي برولز تكون باب واحد تقريبا. سيارة سبورت أعتقد هذه بالنسبة لي كفاية جدا. سيارة عائلية طبعا ممكن بشكل كبير ممكن نبدل السيارة العائلية في فترة. أفضل صراحة الجيب حق البي أم على البورش علشان مشكلة الرننج كوست. الرننج كوست في البورش شوي عالي، أو تكلفة امتلاك السيارة شوية غالية. وتعجبني صراحة مكاين البي أم صراحة، خصوصا أنها كلها تيربو. ممكن إذا في تبديل يا يكون إكس 5، أو إذا طلع في الفترة اللي بعدها ممكن يكون إكس 7. إذا طلع عاد ما ينظر، أو الإكس 7 هذا إذا كان طويل بزيادة زي المرسيدس الجي ال اس أعتقد أنه راح يكون شكله ما هو حلو. طبعا بالنسبة لي أجمل اللحظات اللي أقضيها وراء الدركسون أو السكان حق الجي تي 3 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خصوصا في حلبة البحرين أو في الحلبات بشكل عام. الشيء الثاني اللي هو الويكند، خصوصا بعد الفجر تكون الشوارع فاضية زي اليوم، تلقى مثلا يوم الجمعة خصوصا، أو عندك مثلا يوم السبت إذا كانت الأجواء شتاء والأمور هذه، عاد هذا شيء ثاني ما شاء الله فعلا تستمتع بسيارتك السبورت. طبعا مكان المفضل البدع بالكويت، يعني مع أن طلعت أماكن جديدة ومناطق جديدة والأمور هذه، بس بالنسبة لي أنا لازال البدع هو يعني رقم واحد بالنسبة لي. اليوم ما في أحد كما في الفراري اللي موجودة وسيارة عادية سفاري. طبعا أكيد راح يكون فيه لحظات راح تكون شوي تضايق منها إذا ما في مواقف، هذه من اللحظات اللي خلنا نقول اللي شوي تلقاها بايخة. الشيء الثاني لما أجي أغير كفرات السيارة للأسف ما هي متوفرة، ما يركب عليها نوعين، نوع واحد من المشلن اللي هي الكاب تايرز حقت الريسينج والسباقات، ومن شركة بيريلي الكورسا سيستمز. الكورسا للأسف إنها استخدامها جدا سيء ولازم تسخن بشكل كبير عشان تمسك معك، خصوصا في لما تداوم الصباح أو تمشي بالصباح بدري، فممكن أقول عليها كفرات شوي خطيرة يعني، اللي ما راح ينتبه راح فعلا راح تتعبه. أستمتع باللاتيه في ستاربكس، أجلس أطالع السيارة، أكمل سنابات، أتكلم عن السيارات، أتكلم عن الأمور هذه، وهذه حياتي بشكل خاص مع سيارة الجي تي 3. إن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله نستضيف في المرات الجاية وفي الحلقات الجاية ناس يعني عندهم سيارات سواء كانت بورش أو فيراري أو لامبورغيني، ممكن تكون سيارات مميزة، ونتعرف على حياتهم الخاصة. ويعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية على سيارة رياضية أو سبورت أو سوبر سبورت أو فخمة. فما الله.